يرجع مخالفة مرة أخرى الحكم سليم بلافواس. كرة من أسامة دراجي على اليمين، دراجي يلعب مع بالخيثر، مختار بالخيثر، مختار بالخيثر يمس كرة مع إبراهيم الشناحي، هذا التوزيع للنادي الإفريقي، محاولة للكلوب، جول 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 للنادي الإفريقي. بيكاسو يحط براسه ويفرح جماهير النادي الإفريقي، هدف مقابل 0-1 بلاش للنادي الإفريقي في 20 دقيقة. بيكاسو يماركي براسه والإفريقي يحتفل بالتسجيل والجماهير تحتفل بالدراجي. أسامة الدراجي يقول أنا ما زلت موجود، هات الكرة سربيلي فقط نحط الكرة في الفيليه. وأسامة الدراجي أكيد علاوة على أنه أن بون باسور من اللي كان في الدراجي زاد وكان مع المنتخب الوطني، فأنه عنده حاسة زاد متاع تسجيل أهداف. نعاود نشوفوا الوقت، تبدو كانت فما مساهمة من علي العابدي في اللقطة الماضية، بالفعل هو علي العابدي اللي وسع الكرة. أوه حلوة حلوة الكرة، حلوة العملية للنادي الإفريقي. شوفوا شنو صار، شوفوا شنو صار من علي العابدي. إيش معناها؟ معناها شهاب يعرف إيش يعمل، معناها شهاب كي قلت باش يحط في آخر مسة، في آخر لحظة كي هبطت الكرة ممكن وقتها مصت شويه المدافع. كوره للنادي الافريقي تتلعب المخالفه من ابراهيم الشنيحي، يوزع ابراهيم الشنيحي ما يخويش براسه بلا العيفه، كوره جول. نهارك اليوم، نهارك اليوم يا علولو، علي العابدي باسور ديسيزيف وهدف الافريقي. هذا النهار، هذا النهار اللي تستنى فيه يا علي، هذا النهار اللي عاود يصالحك مع الكرة مع الشباك يا معلم. يا شهاب يا ماكر، يا شهاب يلي تعرف خدمتك يا ليلي، عرف اش عمل شهاب الليلي. وعلي العابدي يحتفل مع جماهير النادي الافريقي ويسجد شكرا لله. هدف في كاس الكاف، ثاني هدف على التوالي في ثاني مباراة على التوالي لعلي العابدي وفريق النادي الافريقي. علي العابدي يسجل الهدف الثاني ويسهل مهمة النادي الافريقي في توقيت 33 دقيقة. هاي المحاولة، هاي الكرة قدامكم من النادي الافريقي، كان التصويب ممتاز جدا من علي العابدي. التغيير، نكملوا لحظات الاكسيون هذيا نتاع الهدف، الهدف الثاني للنادي الافريقي على جايانا الكرة. شوفوا التوزيع من ابراهيم الشنيحي وممتازة جدا، ممتاز الهدف.